زقيت مسكت تمام. يسلم ايديك ياتك ابو عنتر. يلا سهل انت. يلا بس يعني ضروري اخذ فطينه معي لهالدعكه. ايه شنو لازمنا شاهد اثبات. ليش انا ما بكفي؟ انت على عيني وعلى راسي اخي ابو عنتر، بس اكيد صاروا ياخذوا حذرهم هلا اكثر منك ومن غيرك. بس فطينه مرتك بتضل اخته لتحسين وبيزكوا بشهادتها اذا لزم. مثل ما بدك. وايمتى بنلتقي بالمطعم؟ يعني شي نص ساعه زمان، بس على بين ما اروح جيب حسنة وامل. توكلنا على الله. بس لا تنسى تجيب الكومبارس. صار هنيك وبيتحمل دعاك مدير المنصة. هذا اللي بيوقف بالكواليس، لا شغل ولا عملة غير كلمة جاهز بذاته. لا بيتحمل. يا عين عليك يا ابو الغور، حمي الشغل وانا بحب لحمو. ابو الغور تشاو. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.